عرفتي هذا تيك توك صحيت نحن من الجزائر مش تاعنا تاع الخارج. الأسرة بزاف ضيع البنات، ضيع النساء رجال، ضيعهم بزاف بزاف. أنا أقول لك صح تيك توك موش مليح، مجميع مرأة راه في تيك توك، هذا شطيحة دار ديح. احنا ما نقدبش عليك هذا الشيء مش تاعنا، مش تاع الجزائريين. معليش تيك توك تاع المصلحة، خدمة مشروع، معليش تتعلمي منه كيما هادشي حوايج في الفيسبوك نتعلموا منهم، نشوفوا حاجة اللي ما قريناهاش نقراوها. بصح كيما تيك توك اسمحي لي اختي، تيك توك كارثة، من بنات صغار من رجال للشطيح، ايه ما يشعر في الجزائريين ورايحين يوصلوا ولا يخرجوا في حوايجهم تاع المدى سيتو فاميليا ما تشوفهاش. تشوفي البنات كيفاش نسال الكبارات كيفاش يشطحوا في داك تيك توك، تشوفي الرجال كيفاش يشطحوا. رجوليه راحت، كانت بكري صح رجوليه، وكانت المراه صح مراه. كيما درك رانا نشوفوا ملي خرج التيك توك كلش فسد، هي تبان عادي سمحي لي ماهوش شي من الراجل. انا نقول لك شي من الراجل مش من المراه، كيفاش هي تبين روحها في التيك توك والراجل يخبي روحه؟ هذه مش تاعنا تاع الجزائريين. ايه حنا بكري المراه العروسه ما تشوفيهاش نهار اللي يفوت دير عامين عند مولا الراجل باش تشوفي مرته. دركا قبل ما تدخل الراجل راهم يشبعوا منها مليح مليح باش ديك الساعه تدخل دار الراجل. سمحي لي اختي انا هذا تيك توك ما انا وحده من الناس نفوطي عليه ما يكونش في الجزائر. راك حاب تتنقل بكل امان واريحيه وين ما حبيت وقت ما حبيت؟ يا طير سيرفيس ما راحش تلقى خير منها. واش راك تستنى؟ طلع الابليكاسيون وسجل نفسك بطريقه سهله. اكتب الاسم واللقب، الايميل، رقم الهاتف، تاريخ الميلاد، الجنس ذكر ولا انثى. يلحقك SMS في الرقم اللي سجلت به. دخل الارقام الموجوده في SMS وابدا اول رحله تاعك معنا، واغتنم التخفيضات اللي توصل لحتى 50%. معايا طير قاع نطيرو. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.